بشكل مفاجئ النظام الجزائري يعين سفيره بالمغرب في منصب جديد غير متوقع. مرحبا، معك أوفل بيس باسل شريك. إن شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع مهم جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف ما هو القرار الذي اتخذه النظام الجزائري منذ الساعات معدودة، وأيضا عنا موضوع هام سفير المغرب في فيينا يقلب الطاولة على الجزائر. قبل ما نبلش فيديو لازم تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحطوا لايك جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبشر. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ الخطوط الملكية المغربية تزف أخبارا سارة. أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تنظيم رحلات استثنائية جديدة، وذلك عقب قرار المملكة بإغلاق مجالها الجوي بالكامل في إطار تدبير التصدي لمحتوى أوميكرون. وقالت لارام عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: نبلغ زبنائنا أنه تمت برمجة رحلات استثنائية خاضعة لترخيص خاص من المغرب باتجاه بلجيكا، كندا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وتركيا ما بين 7 و8 ديسمبر 2021. هذا ما أعلنت عنه الخطوط الملكية المغربية. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. سفير المغرب في فيينا يقلب الطاولة رسميا على الجزائر. سفير المغرب في فيينا يضع النقاط على الحروف ويفضح مزاعم وتناقضات الجزائر. فضح السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان ادعاءات وتناقضات ممثلة السلطات الجزائرية بشأن العلاقات مع المملكة، وذلك خلال اجتماع وزاري لمجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي رده على إعلان الجزائر أعرب سفير المغرب عن أسفه لموقف سفيرة هذا البلد التي كرست مداخلاتها بشكل فاجئ باقي الوفود خلال الحصة المخصصة للشركاء المتوسطين للتعاون للعلاقات بين المغرب والجزائر، في حين أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت على الدوام محصنة ضد المشاكل الثنائية بين شركاء التعاون المتوسطين لهذه المنظمة الإقليمية. وقد جاء إعلان الجزائر بعد تدخل السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا حول رؤية المملكة وقضايا الأمن بالنظر إلى البعد المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. واجترت ممثلة الجزائر نفس الادعاءات مدعية أن المغرب يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر من خلال التقارب مع إسرائيل، وليس لديه مفهوم لحسن الجوار والتعاون بين المغرب والجزائر، كما أن المغرب يشجع ويدعم سياسيا ودبلوماسيا المنظمات التي تهدف إلى الانفصال عن الجزائر. هذه كانت ادعاءات الجزائر، وفي حق الرد رد السفير المغربي رد قوي جدا ووجه أسئلة مباشرة للسفيرة الجزائرية لتوضيح موقف بلاده غير المتسق. من يرفض الحوار مع المغرب؟ من يرفض التفاوض؟ من يرفض التعاون الثنائي؟ من يدعم الانفصال؟ من المسؤول عن إغلاق الحدود مع المغرب منذ 1994 مؤكدا إنها الجزائر وليس المغرب؟ وشدد في هذا الصدد على أن مبادرات المغرب العديدة حسنة النية من أجل الحوار وتسوية القضايا الثنائية لم تجد أي صدى لدى الجانب الجزائري، مشيرا أنه قبل قرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب كان الملك محمد السادس قد أطلق في خطابه دعوة للحوار مع الجزائر بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش انتصارا للمملكة المغربية والحوار بين المغرب
والجزائر، وعبر عن أسفه كون الجزائر رفضت كل الدعوات من أجل الحوار سواء من قبل المغرب أو الدول الصديقة، واختارت التصعيد، حيث قال إن رد الجزائر الوحيد من خلال وزير خارجيتها كان وصف قطع العلاقات مع المغرب بهذا القرار السيادي النهائي والذي لا رجعة فيه، مبرزا أن ممثلة الجزائر اضطربت وعجزت عن الرد عن أسئلة السفير المغربي، أي أن السفير المغربي وجه صفعة قوية جدا لممثلة الجزائر في فيينا. وهذه الأسئلة التي وجهها السفير المغربي عجزت ممثلة الجزائر عن الرد عليها. نعم، المغرب دائما يده ممدودة. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب هو لا. مفاجأة، نظام العسكر الجزائري يعين سفيره بالمغرب في منصب جديد. أفادت وسائل الأعلام الجزائرية بتعيين السفير السابق في المغرب عبد الحميد عبداوي مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وكان عبداوي يشتغل منصب سفير الجزائر بالرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وأنهى الرئيس الجزائري مهام عبد الحميد عبداوي بصفته سفيرا فوق العادة للجزائر بالمملكة المغربية بمرسوم رئاسي في سبتمبر 2021. وتشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من التوتر أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين بسبب ما أسماه وزير الخارجية رمضان العمامرة بالاستفزازات المستمرة للرباط تجاه الجزائر. ما نراه الآن سفير الجزائر بالرباط يعين في منصب مدير عام بوزارة خارجية بلاده بعد أشهر من سحبه من المغرب. تبنى بتعليقات شاركم بهذا الشيء، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب يا سادة. وكسرنا آخر فيديو، كل أحب بطل نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.